مكانك. لكن إيش فائدته وكيف بنعكس من خلال عمل هذا الجهاز؟ كل ذلك نتابعه من خلال هذه النافذة. جهازنا عبارة عن خلية شمسية مش ثابتة تتحرك على اتجاه الضوء عشان نستفيد من الأشعة الشمسية بشكل كامل طول اليوم وطول فصول السنة، عشان نضلها 90 درجة واقعة على الخلية الشمسية. نستفيد انه اكثر قدر ممكن من الطاقة الشمسية نستفيد منها. مبدئيا احنا لاحظنا انه الخلية الشمسية ثابتة، لا نستفيد من كفاءة الطاقة الشمسية فيها، انه نستفيدش من توليد الطاقة الشمسية نظرا لانه ثابتة والشمس تتحرك على مدار اليوم وعلى مدار الفصول السنة المختلفة. فجهازنا هذا زاد من كفاءة توليد الطاقة الشمسية بنسبة من 20 إلى 30% من الخلية الثابتة، لأنه بتحرك من أعلى إلى أسفل ومن اليسار إلى اليمين. انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة بشكل كبير أدى أنه نفكر في بديل للتيار الكهرباء، فلاحظنا أنه الخلية الشمسية الثابتة ما بنستفيدش طول اليوم من الكهرباء. ابتكرنا هذا الجهاز ليقوم بتتبع أشعة الشمسية طول اليوم وطول فصول السنة. يوجد لدينا 4 حساسات ضوئية على الزوايا الأربعة على الخلية الشمسية، تقوم بقياس الأشعة الشمسية الساقطة عليها ب90 درجة، يعني ساقطة على الخلية ب90 درجة، وترسل القراءة إلى الأردوينو، والأردوينو يقوم بقراءة هذه القراءة وإرسال أمر إلى المحرك السيرفو اللي هو الذي يقوم بتحريك الخلية الشمسية كلها باتجاه الأشعة الشمسية القوية. استخدمنا أردوينو ويجا والخلية الشمسية وحساسات الضوء الليدر وطبعا لوحة قياس الفولت والهيكل الخارجي كله وأسلاك التوصيل طبعا والذرة هاي الصغيرة هي الأردوينو. تركيب الجهاز بتكون من مقاومات ضوئية اللي هي الحساسات LDR، عندما تقع عليها أشعة الشمس تقوم بحساب أين وين أكثر منطقة عليها أكثر أشعة شمسية ساقطة عليها، ترسل هذه الإحداثيات إلى الأردوينو. يقوم الأردوينو هو مزود ببرنامج يقوم بحساب الإحداثيات الأفضل لأشعة الشمسية، قوم بحسابون الأشعة الشمسية الأفضل مكان ويبعث هذه الإحداثيات إلى السيرفوموتر، يقوم السيرفوموتر بتحريك الخلية الشمسية على هذه الإحداثيات. استخدمنا برنامج البروتس، هو محاكاة نفس الواقع بس لكن كمبيوتر محاكى عنه. في أنظمة ثابتة طبعا بما يقارب من 1000 إلى 1500 دولار، والأنظمة المتحركة الأنظمة الثابتة زي الهياكل والهيكل الخارجي يعني اللي بيحمل الجهاز، والأنظمة المتحركة في زي السيرفو موتور زي الماتور اللي بيشغل الجهاز تقريبا من 1000 إلى 2000 دولار، وفي البطاريات حسب يعني احنا كم حاجتنا كم بطارية بدنا، البطارية الواحدة تقريبا 250 دولار، وفي النهاية حسب النظام حسب حجم من النظام حسب كم خلية شمسية انت بدك، يعني لو 20 خلية شمسية بيختلف عن 10 خلية شمسية للنظام. بالنسبة للتكاليف الفرق بين الثابتة والمتحركة مش راح يكون في فرق كتير، بس فرق القطع اللي هو السيرفو موتور والهذا مش كتير غالية، بس هو الحجم المشروع اللي انتو بدكم اياه. احنا واجهنا صعوبات خاصة انه اغلب القطع الالكترونية ما كانت متواجدة في قطاع غزة، منهم اهم قطع الالكترونية انا بعتبرها مهمة جدا بالمشروع اللي هو محرك السيرفو اللي بحرك الخلية اصلا ما كان موجود بغزة واحنا جبناه من مصر. اول مشكلة واجهتنا اكيد انقطاع التيار الكهربائي، في كتير بتواجهوا هاي المشكلة،
وعندنا القطع، واجهنا قطع مشاكل كبيره في القطع. في عندنا اهم قطعه في الجهاز كله ما كانش متوفره في قطاع غزه، وهي الماتور. الماتور رحنا اضطرينا في مصر جبنا. تخصص التكنولوجيا دائما تخصص من التخصصات الصعبة في الكلية في الجامعات، والجامعة بتولي له اهتمام كبير كونه هو ترند عالمي، والتكنولوجيا اليوم هي يعني في كل مكان. فإحنا في التخصص هذا بنواجه مشاكل الموضوع اللي هو الأبديت والتحديثات اللي بتصير دائما. فإحنا بنحاول دائما في الجامعات، في جامعتنا وفي كل الجامعات، نواكب هذا التطور بتعديل الخطط كل فترة. ففي عنا يعني كل فترة لازم نعدل في الخطط ونضيف مقررات، نحذف مقررات، لكن لازلنا في موضوع أصل العلوم وأصل العلم لازم نعلمه للطلاب. فإحنا بنجمع ما بين أنه نعلمه الأصل العلوم وبرضه بنفس الوقت ما نكونش بعاد عن السوق. فإحنا برضه بنستغل موضوع اللي هو المشاريع التخرج والتدريب الميداني في القصص هاي. التدريب الميداني بنحاول نوجه الطلاب على التدريب في أماكن المؤسسات بتعتمد هذا الكلام، وعندها الأجهزة اللي تدربت عليها الطلاب أخذتها نظريا. فإحنا بنوجه الطلاب في التدريب، يعني نوعا ما بنكسر الفجوة ما بين العلم ما بين التخصص ما بين السوق المحلي. برضو نفس الفكرة في مشروع التخرج، إحنا بنحاول نعطي فكرة للطلاب مجال إنه الطلاب نفسهم يبحثوا عن فكرة، يعني تكون فكرة يعني حديثة ما استهلكتش قبل ذلك. فإحنا بنحاول نعطيهم الدعم، لكن إحنا بنفس الوقت بنحاول نحافظ إنه الطالب يكون صاحب الفكرة، لأنه إذا الطالب تبنى الفكرة ما فرضتش عليه بيبدع فيها. لكن إذا أنا عادي يعني ممكن أنا أجيب 4-5 أفكار وأقول له أنت خذ هذه الفكرة وأنت خذ هذه الفكرة، لكن هذا مش سليم، بصير الطالب مدفوع للأمر. لكن إحنا بنحاول نعزز هذا الكلام ونخلي موتيفيشن عند الطالب نفسه إنه هو يحاول يوجد. بيجينا أفكار وإحنا دورنا توجيهي، ناخذه على المنطقة هاي، زيد فيها، خفف منها، طب هذه استهلكت، طب هاي ما كذا. فبنحاول ناخذ الطالب تدريجيا. يعني في الاتصالات في عندنا المشروع ينقسم الى مشروعين، مشروع واحد ومشروع اثنين. مشروع واحد بس يعطينا الفكره والادوات المستخدمه. برضه هنا في عندنا مشكله هي موضوع البلد وهي تحت الحصار، يعني مش كل الادوات ما بتعدي عندنا، واحنا التكنولوجيا والاتصالات يعني في عندنا ادوات ممكن نستخدمها اكثر من ذلك. فبنحاول انه في مشروع واحد الطالب يختار فكره ويتاكد انه القطع موجوده. هي دور في مشروع واحد، وانه حيعمل 1-2-3. مشروع اثنين بيبدا يشتغل زي ما شفته هيك. نطمح ان تكون شركه متخصصه بالخلايا الشمسيه، نقوم بتطوير مشروعنا هذا ليصل الى اكبر عدد ممكن من الناس لتستفيد منه. اهم شيء انه يستفيدوا الناس عشان قطاع التيار الكهربائي يستفيدوا منه بشكل كبير اكبر شيء. إن شاء الله أنا أطمح أن يكون لي شركة الخاصة بعد 5 سنوات تدعم فكرة الطاقة الشمسية والخلايا الشمسية وتوفيرها لتقريبا لكل مؤسسات في قطاع غزة. هل مشروع التخرج اللي أنت اخترته بنافس ل5 سنين قدام؟ يعني أنا مثلا اخترت هذا المشروع، بعد سنة بقدر أحكي عنه ولا بقدرش؟ خلص ولا ما خلصش؟ إحنا بنجي للطالب بنقول له بندفعه من وين؟ من هذه النقطة. أنت الآن خلصت الحياة الوردية في الجامعة، حتنزل سوق العمل، كيف حتقدم نفسك؟ مشروع التخرج له دور كبير، 60% 70% من وجهة نظر اللي بده يقدمك او بده يوظفك بده يشوف انت وين رحت في التفكير. فاللي عنده يعني احنا ما قلنا مشروع واحد مشروع اثنين، اللي عنده مهارات متدنية في مشروع واحد واثنين بنحاول يعني يشتغل على نفسه. واللي عنده عالي بنحاول برضه، احنا مشكلتنا برضه متميزين، بده مثلا فكرة مثلا جديدة كليا، فكرة حديثة، طب الأجهزة مش موجودة. فبنحاول احنا يعني احنا دورنا تكييفي، دورنا يعني هنا توجيهي انه انت في حدود الموجود ايش بدك تعمل؟ افضل فكره في حدود الامكانيات الموجوده. ان كان قطاع غزه يعاني من انقطاع التيار الكهربائي باستمرار الا ان هناك ابتكارات جديده تجعل غزه مضيئه باستمرار. نعود معكم لمواصله ومتابعه فقرات فلسطين هذا الصباح.